بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ملعب SBC. إلى العناوين: الأهلي يسقط في الحوكمة، وانفيعي يجدد الثقة في المدرب هاسي، النصر يبحث عن مدرب، والهلال في العيادة. أكثر من 800,000 ريال رصيد لجنة الانضباط. حياكم الله مشاهدي قناة SBC ومستمعين عبر أثير جدة FM. مرحب فيكم حلقة جديدة من برنامج ملعب SBC. ضيوفي في هذه الحلقة العزيز علي العنزي، حياك الله علي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخوي عبد الرحمن، سعيد وأتشرف بتواجد معك. وكذلك الزميل العزيز عبد الله حنيان، حياك الله عبد الله، أهلا وسهلا فيك. سعيد بالتواجد معكم إن شاء الله على طول بإذن الله. صوتك تعبان اليوم ولا؟ والله طالع من فلو. بسم الله عليك، ما تشوف شر ان شاء الله. ومعنا في السكايب العزيز عبد العزيز القرني، حياك الله عبد العزيز، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك اخوي عبد الرحمن، امسي عليك بالخير وعلى الزملاء المتواجدين وعلى الساده المشاهدين. اطلاله جميله عبد العزيز، ملك توفيق يا حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي. شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح للاولى اخبار لهذا اليوم. احنا عندنا استفتاء طبعا الآن، ممكن تدخل على حسابنا في تويتر ملعب SBC، هاشتاج ملعب SBC، تشاركنا بأي رأي عندك راح يطلع معنا الهواء. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا استفتاء ممكن تشارك فيه، راح يظهر لكم الاستفتاء إن شاء الله على الشاشة طوال هذه الحلقة. أول شيء، أولى الأخبار عندنا اليوم اللي بنتكلم عنها الحوكمة، استراتيجية دعم الأندية اللي اليوم ظهرت. الفتح في المركز الأول 5 مليون ريال أخذها بالفئة الأولى، هو الوحيد والأوحد والفريد من نوعه في كل شيء الفتح بصراحة، إلا أحياناً يعني النتائج ما تخدمه في الدوري، ولكن اللي قاعدين نشوفه اليوم الفتح ما شاء الله تبارك الله جالس يقدم نفسه بشكل مختلف عليه. شوف، على المستوى الإداري الفتح نموذج، وهو نموذجي اسم على مسمى، فما يقدمه على المستوى الإداري في موضوع الحوكمة صراحة يستحق الإشادة ويستحق التصفيق ويستحق الثناء ويستحق أيضاً الأندية الأخرى تشوف إيش جالس يسوي الفتح على المستوى الإداري ويتعلمون منه. اليوم الفتح الفريق الوحيد اللي ماخذ 5 مليون من دعم الحوكمة، وهذا شيء يعني صراحة يفرح ويحزن. أنت عندك عدد كبير من الأندية يستثنى منهم واحد يحصل على 5 مليون، بقية الأندية مبالغ متفاوتة. أنا أشوف هذه فرص للأمانة جالس تخسر فيها الأندية بشكل كبير. طيب عبد الله، ماني مستغرب صراحة من فوز الفتح بالأولوية. ايضا الفيصلي سجل نجاحات كبيره في هذا الملف. انا اتكلم عن نادي الفتح، ترى حتى على صعيد التسويق يعتبر نموذج مميز جدا. مصروفات ايرادات، اذكر لحظه اعلان الانديه المصروفات وايراداتها كان هنالك فائض في عدد من الانديه من ضمنها الفتح، فهذا شيء رائع ويحسب لاداره الفتح، ونتمنى كل الانديه تطبق كل المعايير، وبالتأكيد وزارة الرياضة تتابع بدقة جميع التطورات اللي تحدث في الأندية من ناحية تطبيق معايير الحوكمة والمعايير الأخرى المتعلقة بالحضور الجماهيري والفعاليات المصاحبة وما إلى ذلك. طيب عبد العزيز، أنا ما راح أسألك عن الفتح، راح أسألك عن اللي ما حصل شيء اللي هو الأهلي. هل يعني تخيلت يوم من الأيام أن الأهلي يكون خارج القائمة في الدعم؟ حقيقة لا، لم أتخيل أبدا أن يكون الأهلي خارج الدعم وفي بداية الموسم، خصوصا أنك يعني تحتاج كل ريال يندعم أو يقدم كدعم للنادي في ظل شح الإيرادات للنادي وكبر وتضخم المصروفات. حقيقة النتائج اليوم يعني صدمتنا نوعا ما، يعني الهيكلة الإدارية في الأهلي تتحمل جزء كبير من هذه النتائج اللي شاهدناها اليوم، وبإذن الله أنهم يعني يتم تلافيها في الأيام القادمة. ولكن أنا بودي أنه يعني الموسم الماضي الفتح ما هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة اللي يكون متصدر الدعم والحوكمة. لماذا لم يعمل نهاية الموسم مع يعني أكثر نادي حقق الصدارة
يعني يعمل مؤتمر صحفي لكي تستفيد الأندية الأخرى من 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 خبرة مثلا الفتح أو غيره في تصدر دائما نشاهدهم في المقدمة لتستفيد الأندية الثانية اللي ما يعني ما استطاعت أنها تحصل على الدعم. الأهلي الأهلي الموسم يعني الماضي الأهلي الموسم الماضي يا عبد العزيز تتذكر الأهلي الموسم الماضي كم كان ترتيبه؟ كان في يعني أول ربع تقريبا كان في أنا أتذكر ثالث ربع كان الأول في بداية الموسم أخذ يعني ما أخذ الدعم بعد ذلك صحح الأمور وعرف وين الخلل وكان تصحيح الأمور من كافة النواحي الدعم أو الربع اللي يليه حقق المركز الأول وإن شاء الله أن هذا الموسم يتم تلافي الأخطاء اللي وقعوا فيها بداية الموسم وفي الربع الماضي ويتلافونا في الفترة القادمة يحصلون على الدعم. عبد الله صراحة الأهلي ضحية عدم استقرار إداري يعني أنت تكلم عن نادي أحيانا في السنة الواحدة يغير رئيسين فرئيس نادي يحضر مجلس الإدارة معه يحتاج الوقت عشان يطبق المعايير يحتاج الوقت عشان يعرف يسير الشغل في النادي ويوصل إلى نتائج. تكلم عن الأستاذ ماجد النفيعي ما يلام أبدا وان كان عليه اللوم بيكون لوم بسيط يعني ما يلام بشكل كامل على اللي يصير في الاهلي. يتكلم عن تطبيق معايير الحوكمه يتكلم عن رئيس جال نادي مديون عشرات الملايين فما تقدر تلومه اذا اخذ فرصته كامله اكيد راح يلام على المصروفات خاصه ان الاهلي احد الانديه الكبيره واللي تحصل على ايرادات كبيره وبامكان انه يكون في مقدمه الفرق المطبقه للحوكمه. علي الاهلي على ما يقولون وين ما يطقها عوجه شوف ما هي ماشي معي شوف ما هي اللي جالس يصير للأهلي للأمانة أنا أحمل رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي مسؤولية كاملة رفع سقف الطموح لدى الجمهور الأهلاوي بداية الموسم مع كل الأمور اللي جالسة تصير ونوع الصفقات اللي جالسة تصير والشو الإعلامي اللي كان يعني بداية الموسم وخلى الجمهور الأهلاوي يتفاعل في موسم مختلف إلى حتى الجولة هذه الأهلي ما يحقق ولا انتصار. الموضوع على المستوى الإداري دائما يسمعون في الأهلي إنه في مستوى إداري عالي وفي انضباط ولما تيجي تشوف موضوع الحوكمة والعمل الإداري بشكل كبير في الأهلي وبالأرقام من وزارة الرياضة تشوف إن الأهلي صفر. وهذه المشكلة تعزوها كلها لرئيس النادي. طبيعي جدا تكون رئيس النادي أنت لما تكون رئيس نادي أنت الملام وأنت المسؤول الأول والأخير عن النادي. الناس ما راح تلوم مدير كرة ولا تلوم مدرب ولا تلوم إداري على مسؤول الحوكمة. أنت كرئيس نادي وينك إن ما تشوف يعني إيش اللي جالس يصير في الأهلي ما تحاول تعدل. أنت في كل مرة في كل إخفاق تطلع تقول والله أنا ما عندي مشكلة أطلع وأحمل نفسي المسؤولية لكن أعطوني وقتي. طيب الموسم بيخلص وين بيخلص تونا بالبداية يعني خمس جولات مبالغة هذه لا ترى علي يبغى يختلف معي بس لا 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 بس صيغة مبالغة لا لا بيخلص بس أنت تتكلم على خمس تروح أربع خمس ست جولات ما تحقق فيها ولا انتصار هذه يعني على فكرة الأرقام هذه اللي جالسة تصير للأهلي تصير لأول مرة في تاريخ الأهلي إنه تمر أربع خمس جولات ما يحقق فيها الانتصار ورجع للتاريخ وشوف الأرقام ولا انتصار. هل هذه صيغة مبالغة؟ هل الأهلي هو مكانه الحقيقي في المركز العاشر ولا التاسع ولا السابع؟ الأهلي دائما معروف الأهلي نادي كبير نادي جماهيري نادي ينافس على البطولات يحقق البطولات يملك نجوم كبار في الأخير وين الأهلي الموسم هذا يتقدم واحد يرجع يتعادل واحد واحد يتقدم 2-0 يرجع 2-2 ويخسر هذه نتائج الأهلي ما حقق ولا انتصار. فحنا لما جالس أتكلم أنا أتكلم من محبة لهالنادي العريق للكيان الكبير اللي يمثل المملكة في بطولات كثيرة وحقق بطولات كثيرة وله قاعدة شعبية كبيرة فبالتالي اللي جالس يصير للأهلي أكيد يتحمل رئيس النادي ما يتحمل شخص ثاني. عبد الله ولا ما في اختلاف في الموضوع الموضوع انه ما في استقرار اداري لا بس تحملها رئيس النادي الحين كلها الاشياء هذه اللي صار لا تكلم عن الحوكمه غير والنتائج الفنيه غير واكيد ان الرئيس يتحمل نسبه معينه لكن تتكلم عن حوكمه وتتكلم عن مصروفات ايرادات انت جاي الفريق مديون بالسالب فصعب انك تطالب الرئيس من اول شهرين ثلاثه انه خلاص طلع الفريق على 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 نتائج عاليه من الاداء الاداري. يتكلم صعيد النتائج والامور الفنيه اكيد يعني الاداره تتحمل جزء كبير منها والجانب الاخر تعاقداتها ايضا وفي في 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 اسناد تدريب الفريق للمدرب هاسي واكيد ملامه في 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 الجانب النتائج يعني لكن الحوكمه ما تلام ابدا هو بالاول وحيد بيتفق معي بس يعني يجيبها من باب ثاني ايه المحبه شو اسوي عبد العزيز تتفق مع الشباب انه الملام الاول والاخير ماجد النفيعي رئيس النادي
لا انا اختلف يمكن مع اخوي علي قليلا، انه في بدايه الموسم ما كان يعني من الاداره كان وضوح تام من الوزير او من الرئيس عفوا ماجد النفيعي في 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 جزئيه رفع السقف الطموح و و و كان واضح انه اتينا على تركه ثقيله على نادي يعني كان ركام، ويعني احنا نحتاج فقط الى الوقت لتعديل كافه الامور سواء فنيا او ماليا او اداريا. اضافه الى ذلك الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن الهيكله الاداريه في النادي وامور الحوكمه، فيعني من المجحف ان نحمل يعني رئيس النادي المسؤوليه التامه دون غيره. مسؤوليه انه يتابع ويشاهد ويشوف الامور اتفق، اما انه مسؤولية كاملة تروح إلى النفيعي وغيره لا، أنا أختلف مع ذلك. مين يعني عبد العزيز أنت الحين قاعد توزع المسؤوليات، ممتاز. إحنا ليش خلقت المناصب؟ عشان تحمل مسؤولية. بالأخير أنت ما أخذت منصب أكبر إلا عشان تحمل مسؤولية. أنت كرئيس اليوم أنت تتحمل مسؤولية، هذه نتائج الربع الأول. من الملام فيها؟ لكن عندما يعني أنا كرئيس عندما يعني اضع شخص مسؤول في 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 منصب معين فهو مسؤول عن هذا المنصب وانا احاسب. مين وضع الرئيس صح عبد العزيز؟ في امور انت اللي اخترت ادارتك يا عبد العزيز، ما حد اختارهم عنك. طيب هذا اللي انا اقول، ان انا لما اضع شخص مسؤول في منصب معين وصار في تقصير انا احاسب هذا الشخص. لكن اليوم عندما نحمل ماجد النفيعي ويعني كل اللي صار وزيد من الضغط على الرئيس، وكما ذكر اخوي عبد الله انه ما فيه يعني استقرار في النادي الاهلي، والسبب انه ما فيه استقرار انه كل ما صار اي شيء على طول الجميع يتجه الى الرئيس في الانتقاد في الضغط في في في, في وفي النهايه الرئيس يترك المنصب ويرحل ويجي رئيس غيره ما يتحمل الضغط ويرحل. انا اقول انه يصير فيه يعني بعض التوازن في الانتقاد، بعض التوازن في الطرح، تحميل المسؤوليات، ما يكون شخص واحد فقط. الشخص هذا يعني شاهدنا النفيعي قدم عمل كبير في الصيف من تسديد ديون، من تعاقد مع لعيبه، من تسريح وفك ارتباط مع لعيبه يعني ثانيين، وغير ذلك جاء على ديون كبيره جدا 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 يتحملها ولا زال يحاول اصلاحها. اليوم احنا نتحدث يا عبد الرحمن ترى في كل يعني فترة وجيزة ما بين فترة وفترة تظهر مشاكل وتظهر إشكاليات وتظهر قضايا جديدة على النادي الأهلي. الوضع داخل النادي الأهلي صعب جدا حاليا من ناحية الأمور المادية. هاسم كمل عبد العزيز، هاسم كمل ومجدد فيه الثقة. نعم جدد فيه الثقة، وأمس الرئيس اجتمع مع اللاعبين ومع الجهاز الفني والإداري ويعني أعطاهم الثقة ومنحهم الثقة وطالبهم بالانتصار وتعديل النتائج اللي كانت في الفترة الماضية من خلال مواجهة الديربي. تجديد الثقة في المدربين بروح لعبد الله بالنسبة. بس قبل عبد الله إيه؟ ولما يتكلم إن رئيس النادي الأهلي جاء في وضع كان في ديون كثيرة على النادي الأهلي، هو قبل لا يجي أكيد كان عارف الوضع كامل يعني، فما جاء من فراغ. في النصر حنا ترى نفس مشابه للأهلي، لما رحل الدكتور صفوان السويكت وجت اداره جديده باداره برئاسه الاستاذ مسلي ال معمر، كان عارف انه في ديون 135 مليون لازم تتسدد عشان تحصل على الكفاءه الماليه. فلما اي رئيس نادي يجي يراس نادي عارف وش اللي لكن الدعم واحد في النصر، وجود الدعم اكيد يخفف الاعباء. فالاهلي يتكلم عن الرئيس وبيتحمل كل شيء. لا شوف يعني الاهلي له يعني كيان كبير، له رجالاته، وينهم؟ فلما تتكلم انا اتكلم على النصر، مو موجودين وين هم؟ إيه؟ احنا ما جايين ندور عن احنا ما ندور بس ما موجودين الحين علي، خلينا في الواقع. الواقع اي ما عندي انا ما عندي دعم يدفع لي 150 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون. الواقع يقول انت قبل لا تجي يا استاذ ماجد النفيعي للنادي الاهلي انت عارف الديون، عارف وش اللي قدامك، وانت اللي خذيت الخطوه هذه جيت فيها. طيب عبد الله ايش كنت بتقول؟ معليش انا اقول ان نتكلم عن المدربين وانه استمرارهم دائما المدربين عندنا ضحايا نتائج ايش؟ نتائج مباريات كبيره. يعني نتكلم عن اقاله مدرب النصر ما جاءت الا بعد خساره من فريق كبير الاتحاد. نتكلم عن الاهلي، انا اتوقع ان مباراه الاتحاد والاهلي بتكون مفترق طرق للمدرب الاهلي. ايش يعني رايك كلمه تجديد الثقه؟ الحين
الاهلي ضروري جدد الثقة. لازم لازم الاداري الاتفاقي جدد لازم الثقة. مدربين جدد الثقة. هو موجود المدرب وعلى راس العمل، لازم الاداره تجدد الثقه. هو موجود وش 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 فسر لي وش معنى تجديد ما راح نقيله يا جمهور ما طيب راح نقيله يقولون له هو لا لا بس تجديد الثقه هذه عشان في النهايه المدرب يتعامل مع اللاعبين، فلما يكون حوله جدل والاداره مو بصف المدرب راح تكون كلمه المدرب اضعف، فتجديد الثقه مصطلح مناسب جدا ودقيق. اذا كنت المدرب عندك لازم تقول تتردد الكلام هذا كثير. انا احس ان هذه الكلمه ما ادري يعني انت موجود في منصبك واقول ترى ما راح نمشيك بس بنجدد الثقه فيك، يعني انت فكرت انك تمشيني يعني هذه واضحه. لا هي قويه اكيد اكيد، اذا كثر الكلام حول المدرب بتضعف كلمته داخل الفريق وداخل المعسكر، فهو الاداره تلجا الى هذه الخطه اذا كانت خلاص المدرب بيكمل معي على الاقل الفتره هذه انا اقول اجدد الثقه، بعد المباراه يحلها حلال، وبالعاده مثل ما قلت لك يكون المدرب ضحيه نتيجه يعني. طيب عبد العزيز انت مع انه استمرار هاسي كمدرب النادي الاهلي ولا لا؟ حاليا شوف اخوي عبد الرحمن الجولات الماضيه وعلى المردود الفني انا لا طبعا مع عدم استمرار المدرب، لكن في جزئية إيجابية قد يتفق معي القليل ويختلف معي الكثير. يعني في بداية الانطلاقة أو في بداية تصحيح الوضع في النادي الأهلي صار في دروب كبير في المستوى وعدم تحقيق نتائج، فيها جانب إيجابي إن هذا الدروب أو هذا المستوى اللي حاصل أو هذا النتائج اللي يعني ممكن يعني عدم توفيق صاحب الفريق يبين لك أو يخليك تشاهد الأخطاء اللي يعني تكتشفها مبكرا، يعني بدل ما تطلع لك في منتصف الطريق تشاهدها من بدري وتكتشف اخطائك من بدري والاخطاء اللي انت يعني وقعت فيها من البدايه عشان تقوم باصلاحها وتعديلها من بدايه الطريق افضل من انك توقع فيها في منتصف الطريق. يعني ممكن عبد العزيز الراي لا يجمل، انت قلت رايك انك عدم الاستمرار ولكن هذه فيها تجميل للراي عشان القلب خضر، ما ودك انه لا يعني تنوخ عليك عدم استمرار هاسي وتضغط على الاداره زياده فوق ما هي مضغوطه. لا 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 ابدا. وين لا ابدا عبد العزيز، ولكن اكثر من رايك اللي قلته قبل شوي عن هاسي. انا يعني موضوع هاسي في الست جولات حلو وضح للجميع امكانيات المدرب. امكانيات المدرب وضحت من البدايه. انت كاداره نادي انت اكيد عارف وفاهم وشايف الوضع كامل، في اخطاء تظهر لك من البدايه طيب. عشان تقوم يعني بتعديلها وتصحيحها، فانا اتكلم ما هو تجميل للراي، لكن انا تكلمت اليوم وقلتها قبل كذا حتى في مجالس خاصه وتكلمت بهذا الراي انه هذه ممكن تكون في صالح الاداره انها تكتشف الاخطاء اللي قامت فيها مثلا او وقعت جميل. فيها مبكرا جميل وتصحح الاخطاء وتعدلها. مفهومه وصلت عبد العزيز يعطيك الصحه والعافيه. خلونا مشاهدين ومستمعين الكرام نطلع إلى فاصل قصير وبعد الفاصل إصابات الهلال ومدرب النصر القادم. حياكم الله من جديد مشاهدي قناة بي سي ومستمعينا براثير جدة اف ام، ظهر لكم قبل شوي هاشتاق البرنامج تقدرون تشاركون فيه وتعطون رايكم بكل صراحة، وراح باذن الله تعالى يكون معنا على الهواء ضيوف في هذه الحلقة علي العنزي وعبد الله الحنيان وفي سكايب عبد العزيز القرني. عندنا استفتاء في هذه الحلقة يمكن كلكم يعني شفتوه ونبغاكم تصوتون فيه ونبغى نشوف نسبة الأصوات فيما يخص الخيارات الموجودة. يقول سبب كثرة الإصابات في الملاعب السعودية بالفترة الأخيرة ضغط المباريات، أرضية الملاعب والأجهزة الطبية. يقولك 36% أجهزة طبية، أرضيات الملاعب 36% كذلك، ضغط المباريات 28%. وين تروح يا علي؟ أنا أروح مع ضغط المباريات لأن اللاعبين عندنا ما هم متعودين يلعبون مثلا مباراتين في الأسبوع أو ثلاثة، ومع تداخل المشاركات الآسيوية والدوري والمنتخب السعودي برضو المشاركات الخارجية، فكلها جالسة تعرض اللاعبين لإصابات عضلية. غالبية الإصابات راح تشوف إصابة عضلية أو تمزق بسبب عدم استعداد كويس للمباريات. عبد الله وين تروح؟ والله في نسب متفاوتة، يعني المسؤولية ما تحملها جهة
جانب معين فقط. تكلم عن ضغط مباريات هذا معروف، وأيضا تضيف عليها طبيعة اللاعب السعودي وقدرة التحمل، تكلم عن احترافية اللاعب وتأسيس اللاعب العضلي، وتكلم عن البنية، تكلم وتكلم عن الجهاز الطبي أيضا وكفاءة الجهاز الطبي في أندية أكيد أن جهازها الطبي عليه بعض الملاحظات، تكلم عن اللاعبين الدوليين، والله صراحة ترأف بحالهم لأنه تلعب مع منتخب، تلعب مع النادي وبشكل مستمر وأساسي، وفي لاعبين معسكر ومعسكر إعدادي بشكل كامل. تكلم عن ثلاثي في الهلال، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، طلعوا من المنتخب الأولمبي على طول على مشاركات الهلال الرسمية، بس ريحوا خذوا لهم فترة راحة فترة، لكن ما هي مثل فترة الشهر، وغالبا كثيرنا أطباء رياضيين تتكلم معهم يقول الشهر هذا يحتاج اللاعب لازم يريح فيه عضليا قبل إعداد موسم جديد. فلما تدخل من موسم في موسم، وترى الموسمين اللي الماضيين اللاعبين لعبوا مواسم متداخلة يعني، جميل. فأقول لك مثل ما قلت لك أنه موضوع ما تحمل جانب معين، الجوانب كلها بنسب متفاوت. أنت مع مين؟ أنا مع ضغط المشاركات بشكل أكبر. طيب عبد العزيز، عبد العزيز انت مع مين من الثلاث خيارات ذي؟ شوف، الاصابات اتفق تماما مع اخوي عبد الله، هي نسب متفاوته. ارضيه الملعب تكون سبب، احيانا الاحذيه الرياضيه المستخدمه تكون غير مناسبه وتتسبب في اصابات كثيره، احيانا يعني نفس اللاعب وعدم اهتمام واهماله في بعض الجوانب الصحيه والتغذيه تكون سبب. ايضا النادي يعني تقريبا بعض الانديه او اغلب الانديه عندنا في حاجه يسمونها عمل القياسات البدنيه الرياضيه اللازمه، هذه المفروض تحدد مدى جاهزيه اللاعب خلال يعني الموسم كامل وعدم تعرضه للاصابات. هذه زي ما تقول انها تستبق الاحداث عشان تشوف جاهزيه اللاعب ويعني مدى انه الضعف اللي عنده فين، تقوي فين عشان ما يتعرض للاصابه. وهذا الشيء ما هو يعني معمول به في يعني في كثير من الأندية للأسف عندنا، فتعود على اللاعب وعلى النادي. أحيانا اختيار مدرب اللياقة يكون له دور كبير في 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 جميل. الإصابات الرياضية، ولكن بالمجمل أنا متى ما كان اللاعب هو مهتم في صحته، في أكله، في نومه، في عدم الأكثر من شرب المنبهات، هذه كلها عوامل تؤثر سلبيا على اللاعب. فأنا أرى ممتاز. أن اللاعب هو بنفسه هو الأهم في هذه النقطة. طيب متى ما كان حريص انه يبتعد عن الأشياء المسببة للإصابة. ممتاز. بقفل الموضوع وبنشوف اكيد بعدين استفتاء مرة ثانية ونشوف الأرقام. خلينا ندخل على جانب جديد اللي هو مدرب النصر. أسماء كثيرة ظهرت في الساحة الأخيرة عن مدرب النصر، وان النصر فاوض 7 مدربين، مو مدرب ولا مدربين ولا غيرهم، رودي غارسيا وغيره من المدربين الموجودين. علي، وين رايح النصر؟ شوف، هذا الملف ملف صعب جدا. الجماهير انا متاكد ان كثير من الناس تنتظر وتبي تشوف وش نقول في هالملف تحديدا. رودي غارسيا فعلا اداره النصر فاوضته، قدمت له عرض اولي رفضه، قدمت له عرض ثاني مغري براتب عالي جدا. المدرب ارسل ايميل رسمي لاداره نادي النصر، كتب فيه كلام طويل عريض بأنه يحترم إدارة نادي النصر ويحترم الكيان اللي يرغب بالتعاقد معه، ولكن هو يفضل أنه يكون متواجد في أوروبا حاليا، خصوصا أنه عنده عرض شفهي من أحد المنتخبات الأوروبية. هذا واحد. في بالنسبة كثير من الأسماء طبعا مو بصحيحة، هذا حسب مصادر مؤكدة. عندي الأسماء أنطونيو محمد المدرب اللي المكسيكي اللي إدارة النصر فاوضتها أيضا، لكن رفض القدوم وفضل أنه يرتاح حاليا بدون أي نادي بعد موسم أو موسمين كان متعبة بالنسبة له. إدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ مسلي آل معمر مع الأرجنتيني رودولفو اجتمعت معه وعنده موافقة مبدئية مع المدرب، وصار في حديث مطول ما بينه وما بين الأستاذ مسلي آل معمر عبر مكالمة فيديو اللي أكد من خلالها رغبته الكبيرة، وفي اتفاق مبدئي معه. اللي زاد هذا كله ان المدرب سبق وتكلم خلال الاجتماع انه سبق ودرب اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع فريق الريان القطري، وانه يقدر من خلال كلامه مع مسلي انه يقدر يرجع عبد الرزاق حمد الله للمستوى والحاسه التهديفيه اللي هو فيها.
طبعا هذه كلها موافقات مبدئيه. ايضا النصر يملك موافقه مبدئيه من مدرب كيكي سيتين مدرب برشلونه السابق، ولكن خلال قبل مباراه ابها ان شاء الله الجايه راح يتم الاعلان بشكل رسمي عن مدرب النصر. متى؟ قبل مباراه ابها ان شاء الله، خلال يومين الجايه باذن الله راح يتم الاعلان بشكل رسمي. تاخر النصر؟ لا 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 ابدا، هو اصلا توقيت مناسب جدا، خصوصا بعد المباراه راح يكون في فتره توقف يقدر من خلالها المدرب يجي ويعرف اللاعبين. عبد العزيز، وش رايك في تغيير المدربين؟ للاسف انه يعني اصبح ظاهره في الدوري السعودي كثره اقاله المدربين، وانا من وجهه نظري ان السبب هي عدم وجود لجان فنيه متخصصه في الانديه تقيم المدرب قبل قدومه الى النادي، كيفيه التعاقد مع مدربين. احيانا يعني النهج الفني للمدرب او النمط الفني للمدرب قد لا يتناسب مع الأسماء والتركيب الموجودة في الفريق ككل، فإذا كان في لجان متخصصة تعرف اللاعبين الموجودين في النادي والنجوم والأسماء المتواجدة في النادي، ثم تدرس ملفات المدربين اللي يتناسبون خططهم وتكتيكهم وشغلهم الفني مع الأسماء الموجودة، من هذا المنطلق عندما تتعاقد مع مدرب من يعني يصير نسبة الإقالة تكون ضئيلة نوعا ما. إضافة إلى ذلك ما في يعني الصبر يعني نوعا ما مفقود عند غالبية الجماهير في طيب مين المدرب الدوري الجاي تتوقع يقال عزيز؟ سم مين المدرب القادم راح يكون في فخ الإقالة؟ والله شوف حاليا أتوقع أنه واضح يمكن للجميع أنه مباراة الديربي القادم الأهلي والاتحاد هاسي يعني على قولتهم على المحك، إن انتهت المباراة بنتيجة سلبية للأهلي لا أعتقد ممكن أن يستمر المدرب. هذه معلومة عبد العزيز ولا رأي؟ رأت أو ترى في هذا المدرب أنه يقود مشروع معين وماشيين في هذا المشروع بحسب الطريقة اللي هم يشوفونها وأنهم ماشيين صح. إيه. لكن وجهة نظر أنه قد لا يستمر في حال خسر. يعني وجهة دي. نظر مش معلومة عبد العزيز. لا لا طيب. أنا مش معلومة. خذها طيب. مني كقراءة. كقراءة هو قراءة أنت بالنسبة أنا أقول أنا أخذها مني كقراءة. إيه. أنه لو خسر أمام الاتحاد أنا أعرف سياسة أنديتنا متشابهة إلى حد كبير. بخصوص المدرب النصر ودي أعلق تعليق بسيط بس. أزمة منتصف الموسم، أزمة ما بعد بداية الموسم معروفة وطبيعي الاعتذارات الكثيرة اللي تجي إدارة النصر، ما في مدرب عالمي وكبير راح يرضى أنه يقود فريق ما قام بإعداده بنفسه ولا اختار فيه اللاعبين الأجانب أو سوى توليفة متكاملة، فاعتذارات طبيعية وصارت مع أندية كثير قبل. في منتصف الموسم لن تتعاقد مع مدرب كبير ويليق بالمرحلة. أنا أتفق معه، حتى أصلاً في واحد من الأسماء اللي سقط سهوة مني اللي هو جالاردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، إدارة النصر قدمت له عرض رسمي لكن المدرب فضل أنه يكمل مع فريقه إلى يناير، وبعد يناير راح يشوف العروض اللي يمين الأقرب. الحين قلت لي ثلاثة لا الأقرب كثير شوف ثلاثة. لا لا أنا أتكلم لك الحين، أنا أتكلم لك على الرفض ما أتكلم لك من الأقرب. عبدني من الأقرب لقيادة النصر هو الأهم بالنسبة للجمهور اللي قاعد يشوفه. رودولفو وكيكي سيتين هم أقرب اثنين صراع الخيارات اللي النصر تملك فيها موافقة مبدئية. يعني كم تعطيك الواحد النسبة من 100؟ أعتقد رودولفو 70%. رودولفو 70%. أعطانا العنوان علي خلاص. خلاص رودولفو 70% مدرب للنصر. خلاصين. رودولفو 70% مدرب للنصر بحسب كلام علي الأنزي. مشاهدي قناة بي سي ومستمعينا عبر أثير جدة FM عندنا فاصل قصير وبعد الفاصل. الفيصل يستقبل الديربي في أكتوبر. حياكم الله مشاهدي قناة بي سي ومستمعينا عبر أثير جدة FM. ضيوف في هذه الحلقة علي النزي وعبد الله الحنيان وكذلك عبد العزيز القرني في سكايب.
يعطيكم العافية جميعا. خليني أروح للهلال بشكل سريع بس على الأخبار المتداولة الأخيرة، أنه سلمان الفرج اليوم شارك في التدريبات، ولكن نسأل عن الإصابات المتبقية عبد الله بالنسبة للفريق الهلالي، 8 لاعبين في العيادة. ها صحيح، 8 أكيد، ووضعت الأكيد الجهاز الفني في مازق كبير، لكن حسب المصادر أنه علي البليهي وناصر الدوسري راح يكونون جاهزين لمباراة الحزم. هنالك لاعبين قريبين من الجاهزية، تكلم عن محمد البريك، أيضا سالم الدوسري أسبوعين ممكن زيادة، لكن بعد التوقف بيكون جاهز غالبا. تكلم عن عودة سلمان، أكيد تعطي الفريق روح كبيرة، تكلم عن قائد، وواضح تأثير غياب سلمان على الفريق في المباراة الماضية. طيب، ومنتخب البيرو طالبين كاريلو وهو مصاب. هو مصاب، ووجهة نظرهم أنهم يطلعون على تقاريره الطبية ويشوفون مدى حاجته الوقت من عدمها. أتوقع يحسم الموضوع اليومين القادمة، هم بسفر كاريلو أو اعتذاره عنه. خلينا نروح لتويتر، خلوكم معي شباب، خلينا نروح تويتر شوية. يقول ملك آسيا، يقول الهلالي، يقول ما شفنا إصابات، يوم حطينا الاستفتاء يقول ما شفنا إصابات إلا بالهلال. الأندية فيها، بس الهلال تحت المجهر ترى. شلون الهلال تحت المجهر؟ لأن الهلال تعرف الأندية الجماهيرية قدرها أنه أخبارها تتداول بشكل أكبر. صحيح، أنا أتفق أنه الهلال إصاباتها مع بداية الموسم، خاصة مع بداية الموسم، يعتبر عدد كبير، لكن الحمد لله أنه أغلب اللاعبين راجعين، وإصاباتهم ما هي بالمدة الطويلة اللي تغيبهم عن الفريق. طيب، أروح للجنة الانضباط وقرارات لجنة الانضباط اللي اصدرت، منها قرار بإلزام محمد العويس ب20,000 ريال، عمر السومة ب20,000 ريال. يعني إلى متى عبد العزيز راح تستمر هذه القرارات اللي من تصرفات لاعبين؟ يعني مثلا والله الكابتن محمد ما وده يسوي المقابلة التلفزيونية وأخذ عليه 20,000 ريال وغيرها من الأمور. يعني هذه وضعت يعني لمثل هذه المواقف، أنه بعض اللعيبة يعني يكون داخل في ضغط نفسي مثلا بعد نتيجة مباراة أو لأي سبب إن كان، أو البعض يقول أنا أدفع هذا المبلغ بس ما أطلع أتحدث. وهذا الشيء يعني الأندية مقصرة نوعا ما فيه، يعني من المفترض أن الأندية تقيم دورات للاعبين في كيفية عمل المقابلات الصحفية والانترفيو. أنا أذكر في فترة سابقة في أكاديمية النادي الأهلي كان يعمل لكل لاعب يعني في سن 14 سنة مؤتمرات صحفية افتراضية عشان يعني اللاعب يتعود على مثل هذه الأجواء وعلى مثل هذه الضغوطات، عشان لما يوصل إلى الفريق الأول يكون عنده القابلية والجاهزية أنه يطلع في أي وقت وتحت أي طيب ظرف. جميل، فوضعت مثل هذه القرارات أو المبالغ، اللاعب إذا ما رغب إنه يطلع يدفع المبلغ، وكثير من مين اللي يدفع؟ مين اللي يدفع عبد العزيز؟ مين اللي يدفع؟ اللاعب. متأكد عندك معلومة إن اللاعب اللي قاعد يدفع مو النادي؟ اللاعب هو اللي يدفع. هو اللي قاعد يدفع المبالغ المالية. عن أندية، لكن أنا اللي أعرف اللاعب هو اللي يدفع. طيب، أتوقع عبد الله أنت في حلقة سابقة قلت إنه النادي اللي قاعد يدفع مو اللاعب. مو بكل اللاعبين، أكيد فيه نجوم لهم كلمتهم. يعني مثلا محمد العويس يدفع، عمر سومة ما يدفع. لا، وتختلف من نادي إلى آخر، تختلف من نادي إلى آخر سياسة النادي نفسه، لكن غالبا الأندية تفزع اللاعبينها يعني ما تخليهم. بروح معك علي، 3 قوارير من الماء تغرم الاتحاد 42,500، العقوبة راح تعلق نافذة في أول مباراة بالنسبة للفريق الاتحادي، أنه يكون بدون جمهور. شوف، أنا عندي سؤال صراحة محيرني. إيه؟ هل عقوبات الأندية في دوري المحترفين تختلف عن دوري الدرجة الأولى؟ ليه؟ لأن جمهور نادي النجران تم معاقبته برمي 6 علب مبلغ 22,000 ريال، الآن جمهور الاتحاد بعدد علب أقل مبلغ 42,000 ريال. فعشان كذا أنا ودي أن تكون اللوائح واضحة، هل دوري المحترفين نفس دوري الدرجة الأولى أو يختلف الوضع. فعشان كذا أنا أتكلم من باب انه نكون مطلعين عشان نقدر يعني نبدي ونعطي وجهه نظرنا. الجمهور ما تقدر تحكم عليه ابدا، يعني الجمهور ما تقدر تمسك، يعني الجمهور احيانا يكون فريق خسران ما يقدم مستوى،
ويصير في عليه يعني ويكون في زعل وغضب وبالاخير يتم رمي العلب في المياه على الملعب وخذ لك عقوبات. طيب على طاري الجمهور وما الى ذلك، شباب في الاعداد يعني اعطونا كم شغله جميله عن الجمهور، مين الجمهور الاكثر دعم لنادي وحضور وبالمبالغ الماليه، بالمبالغ كم الماليه اكثر جمهور تعتقد اول ما اقول لك عبد الله مين يدعم ناديه بمبالغ ماليه؟ يدعم بحضوره، بحضوره جمهور الاتحاد اتوقع. صحيح. الثاني ما بين الهلال والنصر، ما بين الهلال والنصر هذا الموسم اتكلم، هذا الموسم. طيب خلينا يعني نتكلم على الدعم المالي من الجماهير. جمهور الاتحاد دعم نادي حتى الان 2,500,000، ممتاز. النصر 1,600,000، الفيصلي 1,350,000، الباطن 1,110,000، والفيحاء 1,100,000. الهلال مش موجود، ليش؟ ارتفاع اسعار التذاكر غيره، ايضا تذبذب المستويات مع بدايه الموسم، الهلال ما الى الان لم يظهر بشكله الحقيقي اللي الجمهور يحضر عشانه. تعرف في مباريات تحفز الجمهور انه يحضر المباراه التاليه لان المستوى والاداء الفني عالي جدا في المباراه. انا عندي نقطه رئيسيه ترى، وفي انديه ما انتبهت، اكيد الملعب له دور كبير، يمكن عشان ما عندهم مرسول بارك. اكيد ملعب مرسول بارك ملعب ممتاز ويحفز الحضور الجماهيري. أيه. حتى في مباريات المنتخب. أيه. عندنا نقطه مهمه في الانديه، اخفاقها الاكبر يكون في تسويق التذاكر. انت تتكلم عن رفع اداره الشباب الاخير للتذاكر، تتكلم عن 60 ريال للتذكره للدرجه اقل درجه في ملعب مثل استاد ملك فهد، مشكله كبيره. يعني انت الحين حرصت انه حرصت على 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 رفع اسعار التذاكر، ولا راح يجيك دخل. لو خفض اسعار التذاكر راح يجي حضور اكبر وبالتالي دخل اكبر. الاسعار المعقوله تحفز الجمهور الحضور اكبر. كانوا متوقعين ان الهلال بحضر جمهور، الهلال حضور جماهيري بالنسبه له ضعيف جدا. اللي المباريات اللي على ارضه، المباريات اللي على ارضه اتكلم انا، 9,000 11,000 6,000. صحيح. الفريق ما كان مقنع، اضافه الى عدم مناسبه التذاكر. عدم مناسبة أسعار التذاكر كانت سبب رئيسي في تراجع الحضور الجماهيري في الهلال، وما هو بسر. نشوف الاستياء في مواقع التواصل، وأكيد كلكم اطلعتوا عليه. طيب هذا الحضور الجماهيري الأعلى، 93,000 الاتحاد واصل بالنسبة للحضور الجماهيري، 42 الأهلي، 42,000، أكثر من 42,000، 36,000 النصر، الهلال 27,000. يعني تتكلم في 6 جولات. عبد العزيز ايش رايك في الارقام؟ الارقام يعني منطقيه حسب ما شاهدنا، ولكن انا اتفق مع اخوي عبد الله في موضوع ارتفاع المبالغ فيه في سعر التذاكر. يعني اليوم نسمع انه تذاكر الديربي ستبدا من 100 ريال. صحيح. بين الاهلي والاتحاد، فهذه يعني مبالغ فيها بصوره كبيره جدا جدا جدا. المشجع البسيط هو يعني يحضر ويدعم ناديه ويشجع ناديه، لكن عندما نشاهد مثل هذه المبالغ يقول انا اتفرج في البيت افضل لي. دام انه تذاكر مبالغ سعرها مرتفع بصوره غير منطقيه، فبالاكيد انه حنشاهد مثل يعني ضعف كبير في الحضور الجماهيري. الارقام اللي شاهدناها قبل قليل اخوي عبد الرحمن، الاتحاد اليوم جماهير يعني منتشيه مع الفريق وحاضره وداعمه ودائما تدعم وتوقف مع الفريق حتى في أسوأ ظروفه. يعني العتب يعني او الاستغراب نوعا ما، الاهلي مستويات الفنيه قد لا تحفز جمهوره في الحضور في الفترات الاخيره. جمهور النصر وجمهور الهلال يعني الواحد يعني ممكن يستغرب على عن عدم الحضور الجماهيري الكبير اللي عودوه، يعني تعودنا منهم دائما انهم يكونوا موجودين. الاهلي وين جمهوره يا عبد العزيز؟ الاهلي وين جمهوره عبد العزيز؟ لابد ان تبحث عن الاسباب اللي ادت الى العزوف. طيب. الجماهيري. طيب لابد ان تبحث عن الاسباب وايجاد حلول تجعل يعني الجمهور انه ترغب. ممتاز. في الحضور الملعب من خلال فعاليات معينه، من خلال اسعار تذاكر. انا ما اقول لك انه خفض اسعار التذاكر الى 10 او 15، لا، لكن اسعار معقوله. كنا نشاهد 30 35 الى 40 ريال. جميل. كانت مقبوله نوعا ما، اما الان توصل الى 100 اقل فيها. وصلت عبد العزيز. الاكثر حضور جماهيري الاتحاد اكثر من 90,000، وجمهور الاتحاد يغرد
خارج السرب بكل صراحة، بدعمه حتى لناديه بمليونين و500 ألف، لكل نادي عشاقه والاتحاد غير يعني بالنسبة للحضور الجماهيري وحضوره في الملعب، وحتى بالنسبة للهزيج اللي هو ما ينتهجها في مبارياته. على العموم مشاهديها قناة بي سي ومستمعينا براثير جدة أفهم، عندنا فاصل قصير وبعد الفاصل. ماشين الرائد والدعم الجماهيري. حياكم الله مشاهدي قناة سبي سي ومستمعينا عبر أثير جدة أف، مستمرين معكم في الجزء الأخير من البرنامج، علي العنزي، عبد الله الحنيان، وفي سكايب عبد العزيز القرني. عندنا عدة تساؤلات على الهاشتاج ودنا نروح لها بشكل سريع. من سين يقول سؤال عبد الله الحنيان، هل يتمنى تأهل النصر في الآسيوية؟ أنا تمنيت أنك ما سألتني. ليه؟ ما تعود تكذب أنا. عطني جوابك. يمكن ما يحب يواجه النصر في نصف النهائي. نتمنى البطولة السعودية، أكيد أكيد نتمنى البطولة السعودية من أي من أنديتنا. أيه. دوري أبطال آسيا السعودي تفرق، يعني تحقيق الهلال الأخير للبطولة. أيه. شفنا وشون الفرحة عامة أرجاء الوطن، أرجاء الوطن كمنجز ممتاز. كمنجز أكيد. سعودي كلنا نتمنى، كلنا نتمنى سواء الهلال والنصر، ما عندنا مشكلة. أجل خلك من الأسئلة المحرجة. ما هو محرج يعني، أنا سألك تتمنى ولا لا. بس طيب في سؤال ثاني من عبد الله، وقبل أن تتمنى الهلال يتأهل علي؟ شوف بكون معاك صادق، أنا أتمنى أن النصر والهلال يتواجهون في نصف النهائي. شف شوف شلون؟ شوف شلون طلع منها؟ بنخسر ممثل وطن. طلع منها وغلط. شوف شوف الحين قفل. لا لا لا، هو بالأول والأخير لازم إنهم يتقابلون، يعني في إذا تأهلوا اثنينهم لازم يتقابلون في نصف النهائي. بس حلو. وأصلاً وجود ناديين أكيد بعدين يتمنى فوز النصر في النصف النهائي. أكيد طبيعي جداً. إيه ممتاز. قفل الموضوع علي. طيب يقول علي عبد الله يقول، تشوف أن سبب رفض المدربين للنصر السمعة السيئة للفريق مع المدربين السابقين وإقالاتهم على أسباب تافهة؟ لا بالعكس، يعني هذا مانو مينيز كان قبل روي فيتوريا مدرب جلس 3 سنوات وهو مدرب الفريق، ما له علاقة. بالعكس سمعة نادي النصر هذا يدل أنه ذكاء من إدارة النادي وتستفيد من كل الخبرات، حافظ النظام، عارفة بكل اللوائح، الأشياء اللي أنا أستطيع الاستفادة منها، الأشياء اللي ممكن أني أتجنبها. هذه النقطة وهذا التعاقد بهذه الكيفية يدل على أنه في إدارة عارفة إيش تقوم فيه من دور وعارفة خطواتها وعملها، يعني بخطوات صحيحة وخطوات منظمة، واستغلوا ذلك استغلال جيد. الأهلي في عام تقريبا 2013 يعني قام بالتعاقد مع لاعب برازيلي في حينها، بس انه وقتها كان في لاعب مصاب يعني رباط صليبي، وتعاقد مع لاعب اخر خارج فتره التسجيل في ذلك الحين. لكن انه يعني تبدا الموسم ناقص عدد الاجانب ومن ذا ثم تقوم بالتعاقد مع لاعب في 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 هذا الوقت وبهذا الاسم، يعني المهاجم يدير اسم معروف لدى الجميع، ان توفق فيه الرايد ونجح مع الرايد وقدم مستويات كبيره، يعني سيفرق في هجوم من رايد، بيكون علامه فارقه. جميل. في هجوم الدوري السعودي. جميل، برجع معك عبد الله للنقطه، وانت يمكن اول من اثارها في البرنامج سابقا اللي هي اسعار التذاكر. تعتقد يعني في بعض الانديه تعمد انها ترفع اسعار التذاكر امام الانديه الجماهيريه عشان يكون دخل اكبر؟ انا ودي ان الانديه اللي عندها قصور في 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 فهم طبيعه الجمهور وامكانيه حضوره وعدم حضوره انه تشكل لجنه تدرس السوق، تعرف وش احتياجات الجماهير وش المبلغ اللي ممكن انه وتقيس عليها الارقام اسعار التذاكر. انا المباراه هذه حطيت اسعار التذاكر 30 ريال، كم حضر عندي؟ انا حطيتها 60 ريال، كم حضر عندي؟ انا متاكد انه اذا خفضت اسعار التذاكر راح يجيك عدد اكبر واكبر بكثير، وراح يكون المدخول المالي مقارب او اعلى منك اذا رفعت اسعار التذاكر. ما يمنع الانديه تستفيد وتشكل لجان، هذا ملف مهم. ملف يعني الشباب كان متعمد انه يرفع سعر التذكره، يرفع سعر التذكره، بس ترى ينجح معه في في في
في أوقات معينة، أتكلم عن يكون الهلال في أعلى مستوى فني له، ويكون التنافس على شدة بين الأندية، ممكن أنه الحضور الجماهيري يكون كبير. لكن مثل المباراة الأخيرة كان متوقع أنه ما راح يكون حضور جماهيري كبير، كان سعر التذكرة 60 ريال، وأستاد الملك فهد والناديين ما هم في تنافس قوي على في أوج أعطاهم. أخيرا علي، 5000 تذكرة تكفل فيها إدارة نادي الرائد، شو رايك في الإدارات الأندية اللي تكفل في تذاكر؟ بالعكس، هذا قرار جدا ممتاز ويفيد الأندية للحصول على 1,000,000 ريال. 5,000 تذكرة كم تكلف النادي؟ 50 100 ألف 200 ألف. بالأول والأخير أنت راح تحصل على نسبة معينة من الحضور، وراح تلقى معاها 1,000,000 ريال. تدفع 50 100 ألف، راح تحصل دبلها 10 مرات في موضوع الحوكمة والحضور الجماهير. جميل، هذه صراحة بادرة جدا ممتازة. ممتاز، احنا وصلنا للختام. شكرا عبد العزيز القرني، يعطيك العافية. شكرا جزيلا علي العنزي، يعطيك العافية. شكرا عبد الله حنيان، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي قناة سبي سي، مستمعين عبر أثير جدة. فبكرة حلقة جديدة في نفس الموعد، في أمان الله.